طنجة نيوز، أول موقع إخباري بشمال المغرب. اش كتبكي؟ بالعكس دابا خصك تفرح. صحة. السلام عليكم، انا محمد علي، عمري 27 سنه، والحمد لله الفرحه هذه ما قدرتش نعبر عليها. الحمد لله انا فرحان بزاف، وتشكر جمعيه باقي خير، تشكر صديق ديالي سليمان، تشكر الله يوفقه الله يزيده. الحمد لله انا فرحان، وانا اكثر انا عانيت بزاف الحاجات، ما جبرتش لي شي واحد يوقف معايا ولا يقول لي زيد قدام ولا شي حاجه. ونقول الحمد لله لربي كبر لي وحمني والدين ديالي، وشكرا الحسد ديالي فرحان الحمد لله ربي. الحمد لله ديك الروتين اللي كان عندي شحال هادي ما كان عندي روتين خايب، كنت نخرج الزنقة بزاف ما قدرتش. والحمد لله انا فرحان الحمد لله ربي، اللي تشكر جميع الناس المشاهدين ديالي اللي بارطاجو معايا في الفيديو ديالي واللي انتشر بزاف، اللي شاف لي صديق ديالي سليمان باقي خير، تشكر بزاف الله يعطي شي حاجه وتجينا ان شاء الله. الهدف ديالي يتاخر عندي باش يعيش زقه 18، الهدف ديالي يعاونوني يتاخروا مع عندي. انا اليوم فرحانه بزاف لان جمعيه باقي الخير الصراحة عملوا واحد العمل كبير مع محمد علي بني. محمد علي من ذوي الاحتياجات الخاصة وعنده مسكين 27 سنة. كما كانت شي جمعية باقي الخير احنا ما كانش بالإمكان ديالنا نعملوا له هذا المشروع هذا الصراحة، لأن الظروف المادية ديالنا ماشي في الإمكان ديالنا نوفروا له مشروع بحال هذا. واليوم أنا فرحانة بزاف وكنشكر جمعية باقي الخير وبالأخص الأخ سليمان اللي اهتم بمحمد علي، والله يجازيهم بخير، الله يجعل هادشي في ميزان الحسنات. وكنقول جميع الجمعيات وجميع الناس زعما يشوفوا في الناس بحال هيدا بحال محمد علي، هادو من ذوي الاحتياجات الخاصه كيحتاجوا مساعدات، والله يجازي بخير كل واحد عمل شي حاجه. السلام عليكم، معكم سليمان فرج رئيس جمعيه باقي الخير. حنا الان كنتواجدوا في مشروع ديال السي علي اللي قامت الجمعيه بانشاء ديالو بعد ما كان عمل واحد فيديو ديالو في الفيسبوك. واحد السيده عضوه معنا في الجمعيه شافته سردته لي، مع ديجا انا كنعرفو امي ديالي فيسبوك. الحمد لله بتوفيق من الله عملنا له هذا المشروع هذا اللي ان شاء الله يوقف على رجله. وكنطلب من الساكنه ديال مدينه طنجه يجيو يتسخروا مع عند علي باش ينجح المشروع. حنايا الحمد لله عملنا البدايه، ما كيقولوا صعيب هي البدو. دابا نتوما خصكم تكملوا، بقا تسخروا مع عنده، جا في بير شعيري. سي علي يقول لكم العنوان من الشارع هذا الزنقه بشعيري الزنقه 18، بير شعيري الزنقه 18. حاولوا تسخروا مع عنده، اللي جايز من هنا ولا اللي قريب ما فيها باس تبر الطونوبر تجي تسخر عنده كمساعده، منا تسخر منا تعمل فيها واحد من الاجر. الاجر ياك سي علي، هذاك الشيء اللي كاين. وشكرا وباقي الخير. فكره المشروع هي فكره ديال سليمان في الحقيقه، اللي هو العمود الفقري ديال الجمعيه، رئيس الجمعيه. تعرضت عليه هذه الحاله هذه واحد العام ونص، وسخر سيد ربي ودابا طبق، لان سليمان عنده داك الشيء بالترتيب كيمشي كلمه لكلمه، وعدوا بمشروع هو عملوا له. كنتمنوا ان شاء الله سيد ربي يسهل عليه ويكون ينمي المشروع ديالو ان شاء الله الرحمن الرحيم. وكيف ما قال هو كنعود نكرر انا طلب ديالو، التفاتا هاد الطبقه هذه اللي كتعاني في صمت، التفاتا من جميع الجمعيات لهاد الطبقه هذه، والله يسر كل شيء. ودعواتكم مع سليمان، كنقولها ونعاودها، دعوات مع سليمان، لان سليمان هو مول الفكره، هو اللي كيجري من مورا حنايا، من مورا جنود، من مورا في الخفاء، ولكن هو رجوع كامل له. ودابا البطل ديالنا والعروس ديال هذا النهار هذا هو علي، الله يسخر له. شكرا لك.